ان لابد ان البيبر فيو او الزملاء اللي معايا في نفس التخصصات وبتاع مش عارف ايه لازم برضو يحكموا هذه الورقه العلميه بالطريقه العلميه اللي هي الصح جدا عشان خاطر نقدر نعرف الليفل بتاعها. وده مثلا اللي حصل كمشكله في مصر وانا علقت عليها بالاسلوب العلمي ده لما طلب مني يعني لما اللي هو الجهاز اللي كان في القوات المسلحه يعني انا كان كل حاجه انا عارف ايه هم بيحاولوا يعملوا ايه وانا عارف وقاري عن يعني في ميثودز اوريدي انك لما تعمل راديشن على الفيروس تقدر تقتل فيروس معين. دي حاجه قديمه يعني الترافايلت يعني دي حاجه معروفه دي حاجه مش جديده. هو الجديد انك تقدر تحطها في جهاز والجهاز كويس ولا فانا فاهم اللي هم عايزين يعملوه بس انا كان اللي ما كانش عاجبني في كل الموضوع ده ان الاسلوب العلمي لم يتطور بس يعني ده اللي اكثر وانا وبالتالي انا احب الاسلوب العلمي في هذا الموضوع. شكرا.